السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا اعزائي المشاهدين، كيف حالكم؟ مبسوطين مستانسين؟ اخوكم ركان وقناتكم جيم سنتر، حلقة جديدة وجيم بلاي جديد من لعبة توتال وور اتيلا قبائل الهن. نقول بسم الله توكلنا على الله لا قوة الا بالله. 29 الحلقة 29، كيف حال الشباب؟ مبسوطين مستانسين؟ وش مسوين؟ وش اموركم؟ هذا هو اتيلا. اتيلا كبر اعزائي المشاهدين، وصل عمره 16 سنة، وهو قصة اللعبة. ولو تلاحظون في شجرة الملوك، ونسوي زوم اوت بالكورة حقة الماوس، ترى هو الاير. هذه حرمة، وهذه حرمة، زوجها مات، وهذه حرمة، زوجها مات، هذاك زوجها مات، ثلاثة حريم ازواجهم ماتوا، اما كانوا جنرالات في حرب او شيء من هذا القبيل. هذه الحرمة طبعا مزوجينها احنا الان. لا هذه جت من هذا اللي جو دولة ثانية وقالوا بنزوجكم اياها عشان يتقربون مننا. حلو، هذا بنت، هذه بنت الوحيد اللي ايوه اتيلا هو الاير. شوف اير اللي يعني ايش يعني نائب الملك. هذا اتيلا بن كوريداك الهن. اوكي، كوريداك طبعا هذا الان جنرال، وهذه طبعا زوجته اللي هي المفروض انها تصير ام اتيلا. وهم ما شاء الله عيالهم كلهم رجال، ما هم جايبين ولا حريم، الا جايبين واحدة حرمة ممكن نزوجها الواحد رجال من ديرة ثانية. حلو، اتكلم لكم نجدي الحين. طبعا هذولا الدن وهذولا العجايز حقون القبائل الهن. فالزبدة انه اتيلا عمره اذا وصل تقريبا 30 سنة او 20 او 25 سنة يبدأ يصير قائد يعني مغوار، والباور بالانس في يعني شجرة العائلة. طبعا شجرة العائلة حقت لعبة اتيلا ترى ما هي مهمة يعني، اللي كانت من جد تسبب رعب وكان فيها يعني تفاصيل كثيرة هي شجرة عائلة لعبة توتال وور روما 1. اوكي، هي اللي كان فيها فيلم هندي وكانت لها قيمة. الحلقة اللي راحت اعزائي المشاهدين تبقسنا وتمغطنا وتشوتنا، وما بقى فينا من الجيش هذاك الا جنود بسيطون تم دعسهم، والجنرال مات، والجيش الثاني ما قدر يكمبر، نكدوا عليه الجيشين الوحيدين المتبقيين من مملكة او امبراطورية روما الشرقية، اللي ما بقى لها حرفيا غير هذه الثلاث مدن والجيشين اللي على الارض هذه بس، وفي اساطيل بحريه يمكن ثلاثه اساطيل بحريه. اللي صار انه واحد من الدول التابعه لامبراطوريه الساسانيد، امبراطوريه فارس، هذه دوله فارسيه، جت وهجمت على الجيشين هذه والان قاعدين يطاردونهم. فانا جتني خطه، قلت يا ولد الحين لو رحت هنا يسار وش فيه هنا؟ هذه تبع مين؟ هذه يعني تبع روما الغربيه، احتمال ضخم. اوكي، طبعا لا زال في تعليق رغم اني ركبت ويندوز 10، ويندوز 7 ما ينفع الالعاب الحديثه لانه دايركت اكس 10، فالالعاب الجديده كلها دايركت اكس 11 فما فوق. فانصح انك تركب ويندوز 8 فما فوق، يا 8 يا 10. 10 الان مجاني تقدر تاخذه من الموقع، حتى لو كان الويندوز اللي عندك منسوخ تقدر تثبته مجاني. عندنا هنا جرامانتيا بعد روما الشرقيه. جرامانتيا مع مين متحالف؟ متحالف مع روما الغربيه. فتقريبا عندنا هنا روما الغربيه وجرامانتيا. اوكي، فلو رحت هنا انتحار، لان اقدر اضرب له واحده من المدن روما الشرقيه، بس حيكون ورايا هو ووراه فارس بعد انا داخل ضدهم حرب. فهذا الشيء وش يعطينا؟ معلومه، يعطينا حاجه مهمه، الا وهي اننا طبعا بنسحب ال 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 نشوف ايش طلع في عندهم حكيم، نسحب الحكيم حقنا ونسحب الجيش ونطلع في الجهه هذه. مين داخل في حرب ضد روما الشرقيه بعد؟ هذا اللي هو اثيوبيا، وفيزيغوث طبعا خوي هنا موجود، هذه دولة لنا مستعبدها الجيش حقهم. فما فينا نجي هنا، ممكن نعبر البحر الاحمر ونطب. هذه مدينة محروقة، كلها مدن محروقة، ما في شيء هنا، في مدن هنا. لحظة خلينا نشوف الخريطة. ايه البحر الاحمر، ممكن نجي من اليمن ونطب على مزن اللي هي تابعة برضه لامبراطورية الساسانيد، ونبدا نحارب ونوحد جزيرة العرب. وبرضه هذا شيء مو بزين لانه يبغى لي اول شيء اريح هنا. فاثيوبيا هي زي ما تقول المكان المحايد ما بين الشرق والغرب، ما بين يعني ايوه ما بين الشرق والغرب في الوطن العربي هذا.
فما في الا اني اضبط الوضع مع هذا الرجال عشان احافظ على الجنرال ذا ما يموت اللي هو هنا. ممكن يعني استعد قوتي وارجع من اثيوبيا هاجم ليبيا اللي هي تابعه لروما الشرقيه، وارجع اطلع فوق كذا بشويه زي، لانه الدخول في جزيره العرب مخاطره صراحه، جيش واحد يعتبر مخاطره، غير انه الجو هناك ما يناسب يعني جيشي، لانه جيش جاي من اسيا فما هم متعودين على، ولا عندهم صحاري بس مو زي حقتنا. اقزم اقوى مني اوكي، او اقسم ما ادري كيف ينطقونها، لكنه يعني نوعا ما مو مره مبسوط مني. ممكن اضبط العلاقه معاه قبل ما تسيء. هو طبعا داخل في حرب مع هذا، مستحيل احنا ممكن نسوي ميلتري الاينس معه، ما يبغى. طيب ممكن نسوي ديفنسيف الاينس معه عشان نقدر ندخل اراضي ونبشك عنده، ما ادري اذا بيوافق ولا لا. ممكن نعطيه يعني فلوس، كنا نعطي اقل شيء نقدر نعطي 300 صح، اقص اقل شيء 300، عندنا 2080، ما ادري اذا بيوافق على هذا الشيء ولا لا. او ممكن نربطه من رقبته ونزوج واحدة من بناتنا، هذه برضه احد اساليب الاقناع يعني. فهي ما في الا هذه البنات، عندنا حريم كثير يعني، كي طبعا بعضهم علل، فالعلل نتخلص منهم. بس احنا ما نبغى شيء علل عشان اتوهق امنا معه، نبغى شيء بيض الوجه. طبعا عجوزه مره دي عمرها 44 42 36 23 19 19، ممكن نعطيه واحده من العجائز. اوكي لا، هذولا متزوجين. مو متزوجين، هذا ممكن نزوج الواحد من اللي قدامنا الشعب المقابل. فهم يبغون، معناته يبغون حرمة للواحد اسمه تلاتم عند اثيوبيا، وهذا طبعا يصير نائب الملك ويبغونه زوجة، فهذا طبعا لا تنسون بيكون شيء رهيب. ممكن يعطيها هذه يعني سلنتح، ما منها اي فائدة، امرأة عادية عمرها 23، كريكا ذي خلينا نشوف وين مكانها شجرة العائلة. كريكا، اوكي هذه كريكا، طبعا زوجها مات، كانت متزوجة او لا، يمكن دارا. هذا وش ذي؟ هذا عمرها، وهذا الانفلونس حقها تأثيرها 163. لوزن ذا كاركتر امبورتنس اند كونبينت تو ذير بارتي دومينيون انفلونس مي سبنت رياكتنج تو بوليتيكال انتريك. هذول كلهم بزرية ام والدين. والله هذه بنت لذينة، الانفلونس حقها عالي مرة مرة يعني 100 شيء مخيف. اقول ممكن نعطيه سيفكا، طبعا وش مشكلتها ذي؟ عشان الانفلونس بلس 2 بيرتور. والله تصدقون ما ادري إيرن، بس احنا ما ندري والله. هذه روكا عيال ريكا. طيب وش هذا؟ والله فيلم هندي صراحة. فأنا أقول نختصر السالفة، هذه مرة الانفلونس حقها عالي، اوكي مرة عالي كريكا، فخلنا نكسبها ونزوجهم كريكا، نجرب نخرب امها نشوف ايش بيقول عشان نكسب يعني هذا. بس ما راح نطلب ديفنسيف، حنطلب ميلتري الاينس. تحالفات صديقة. In my lord's name be welcome and may the blessings of the gods bring you the profit of the day. ما يبغى ديفنسيف ميلتري الاينس، شيء قوي شوي. ممكن زواج مباشرة وديفنسيف الاينس، شوف ايش يقول. Despite your eloquent advocacy, my good friend. ما يبغى، يمكن بس زواج بدون تحالفات صديقة. ممكن نجيب تحالفات صديقة بعدين. بس احنا ودنا نطب اراضيه يعني، ما ادري. وافق.
بدأ تتطور العلاقة لأن كانت طايحة صارت تطور. طيب قلنا له بنزوجكم واحدة بناتنا ووافق. من هنا طبعا تبدأ التور الجاي نقدر نطب الأراضي حقنا. هذا هو الخط حقهم اللي ممنوع نتعداه. والآن أقدر أسحب الجيوش عشان تريح وتنحاش إلى مكان يعني أنا بنروح بعيد. أهم شيء بنطلع من الصحراء عدمت أم الجيش حقي. اوكي خلي ذا يبلش. أوه هذا وش ذا؟ طيب ما دام كذا أخرب أمها. أنا أبغى نمشي مارش عشان النكب بس نبي نبعد قد ما نقدر. طبعا دمج الوحدات عرفت كيف تضغط يعني تضغط كنترول ام او اي او تضغط هنا بس مو داخل المعركة. أنا كنت أحس بأنك تصير داخل معركة عشان كذا فهيت. تدمجها كلها تعطيك هي وحدتين خفف لك الجيش يعني. وهنا تقدر تطلع مرتزقة بس ما عندنا الشيء اللي يسمح لنا الفلوس اللي تسمح لنا تورن هذا طبعا. فهذا الجيش يعلن انسحابه وهذه طبعا مباني تعلن توقفها المؤقت لأنه لازم نكمبل عشان تتصلح. وهالعلة ذا تورن جاي بنسوي معاه مو ديفنسيف لاينز دفاعات صديقة نقدر نسوي تحالفات صديقة. هذا بالنسبة للجهدي واستراتيجية الجهدي يبغى لها انسحاب تكتيكي شوي. بنكمل حرق الأشياء طبعا في الجهة ذي حقتهم بنحرق أم الدنيا بس شوي شوي ما ينفع كل مرة واحدة. هنا هذا تحالفنا مع التور اللي راح اوكي. وهذا العلة بدأ يطيح شوي شوي اكتشفنا له مدينة هنا. هذا مسوي فيها قوي بنشوف ايش فيه في المدينة هذه المحصنة. هذه محروقة كلها بنحرق ذي وذي بس بنشوف ايش عندهم هنا. عندهم جيش جيش عبارة عن لايت سبير انفنتري. هذا بكل نقدر نحرقها حرق. طبعا مدينة فيها خير كثير نقدر نزرفها زرف وبنبهذل ان شاء الله. هذا طبعا مرسل البطل حقه اللي هو الاخ اللي في الشمال ذا. وهذا بنحرقها قبل ما نطلع فوق او ننزل تحت اوكي. سير ما نترك شيء ورانا يعني ما ابغى ارجع خلاص. ودي بيني وبينكم اخش اضرب تننس مدري شو اسمه ذي وابدا احشر فارس قبل ما ادرعم واروح اوروبا اوكي. او على الاقل ودي جيش هناك يعني يتفاهم مع فارس بس بكون حذر في الموضوع ذا. فحاليا ايش رايكم وش الجيش اللي استخدمه في الهجمه؟ هذه الوحدات جامده مره ستيب ووريرز. على فكره انا بسوي اعاده تاهيل للجيش حقي كله بسوي اعاده تاهيل بطلع شيء ثاني انه الوضع هنا ما ادري كيف. هذا بكم وهذا بكم؟ هذه والله رخيصه بس ضعيفه ابو كلب. فور ارمر بيسنج دمج يعني نبغى اختراق يعني اوكي. هذا طبعا مسوي دفاعات وجالس مسوي لك فيها الحين انا الذي نبغى واحد يكشف الوضع هنا او ممكن اجلدهم البطل ذا. هذا ما بدنا نحرك هذا زعلان الجيش الفود قليل الجيش ذا راح بنهاجم بهذا الجيش. قالوا شال الدفاعات وسوى عملية لا ما سوى شيء. خلنا ندخل لأن لما تدخل المعركة اكتشفت شيء انه لما ما تسوي اوتو ريسولف تقلل الخسائر هذا اول شيء. ولما تمسح جيشهم كله عن بكرة ابيه ما يبقى احد يصير ما يحتاج تطارده مرة ثانية. تمسحهم كلهم قبل ما يطلعون من اطار الخريطة وتجيك خبرة للوحدات يعني خبرات الوحدات حقك تلفل الى اخر لحظة. فهذا بنسويه بنمسح الجيش ذا نعطيه خبرة نحاول نمشي بشويش بحيث ان ما نخسر جنود. ما عندهم شيء يعني بنضربهم بالخيالة حقتنا قبل ما يقربون مننا. طبعا الجنرال ذا شكله غريب كأنه أوروبي
طبعا هنا ايش buildings and deployable. ما احب المطر انا. يا سلام يا سلام، انا انسان صحراوي، انا احب الصحراء، اعوذ بالله من كلمته. انا طبعا نحط هذولا مع بعض، نفرقهم عن بعض، ونحط لهم سكيرمش عن بعض عشان ما يصدمون بعض، ونجي هنا ونطقطق على امهم. قصة ام الجوال ده. اهم شيء حب الوطن عزام شديد. طبعا ما ننسى الجنرال، لازم يكون قريب، بس الجنرال مشافة ما نبغى نخاطر، عرفتم؟ وبنحطه مع الوحدات هذه بجروب، ونمشيه سيده شوية مع الشباب. برضه ما ننسى دور المقاليع، فانها نحط لها طلقات النارية، نخلها ايش تجلدهم. المدى حق المقاليع يعني بدأت تقرب شوية، زين جميل، مدى خرافي صراحة، مدى المقاليع خرافي مرة. طبعا هم جايين مدرعمين. قال لك ايش؟ قال لك اللي بيضربون هذولا، هذه الوحدة ما استبعد ممكن يقدرون يجيبونها، بس نقدر نرجع. احنا بيضربونا، شوف شو بيرمون اسهم، بس بنرجع بنلعب حبشة معاهم. شوف شلون يشلون بالحركة ذي، شلون انا اموت على التشارج. بس 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 هنا هنا صديق. ما قرب عند الجنرال، لا تتفلسف. ايوه طبعا هذول الخيالة نخليهم يطاردون لانهم خلاص ماتوا تقريبا. نرجع بس بس نرجع، نقدر نشيلهم بالهذا، نطارد الوحدات اللي انحاشت. ما نبغى احد ينحاش. نخلي الرماة يشيلونهم. بس جاء الجنرال. لا خلي هذولا. يا سلام. بس كذا تمام، نبغى المقلاع يضرب ذولا بسرعة. عبي يا شيخ كمل على ذولا، وانت مخلص على ذولا. بس كذا تمام، كذا حلوين. خلي هذولا يرشوا لك الحلوين ذولا، نقرب شوية ما نضيع كله من بعيد. يا سلام. خل ننزلهم بالمقلاع. خل نطلع فوق الجبل تعبهم شوي. بس ممتاز، تقريبا طلقات خلصت. هذول بيستقبلوا لك ايش اللي ينحشون. وين الجنرال؟ ايوه انتبه، لا لا يجيك شيء من المقلاع. بس طيب خلاص
خلنا نذبح الجنرال باللي معاه. أنا بنبقى منه ما أحد تقريبا، ما بقينا أحد. 720 أخذنا 705، بقى 15 راعي ما أدري من طس، وخسرنا رغم كذا. هذه الخيالة الأغبياء اللي طب علي في البداية. إيه هذانا طب نسيت مكانهم غبي صراحة، بس ما خسرناهم تقريبا كاملين معانا الخبرة. ايوه والله مزون عتله، ما ادري وش الخيار اللي اخذه. هذا حيرجع الدم حقي. هذا افضل شيء ممكن يسويه طبعا. ما ادري اذا هنا في شيء. هذا الشعب وش وضعه؟ الظاهر اني مستعبد الشعب ذا ولا هذا عبد عندي. ايه عبد. إيه. طيب هذا اللي اذكر والله قد اخذت منه فلوس. صح صح اذكر هذا. طبعا الجيش اللي هو ذا ودنا نوجهه بالطريق هذا يمسح لنا المدن دي. هذا اللي راح نسويه، بس مؤقتا راح نكمبر. ما اتوقع في مسافه نمشي زياده ولا دينا نمشي شويتين، لانه لازم اذا بنمشي نجي هنا. بس كمبر نشوف وضع المباني. مباني انا اضعها تمام. طبعا هنا بدنا نطلع جواسيس جيش. العدد 16 من 20 فامورنا في السليم. هذا الوحدة ما أحبها صراحة. هذا لا بأس، بس بنكثر من أبو فاز ذا. السبيز ما أحبهم. الهونك سبيرز ما أحبهم لأنهم ميديم، أنا ما أحب الميديم. فنودنا بالهيفي اللي هي ذي. هذه ممكن الهيفي سبير، ممكن برضه ما تسوي دمج يعني حق الدفاع، بس تحطه عند الجنرال بس. هذه فائدتها. لكن تبى الذبح تكسير الدروع هذه الوحدة ستيب ووريرز، بس غالية. لكن فلوسها فيها، فلوسها فعلا فيها. ارتفع الدخل طبعا 3077. بس شوي شوي ما نطلع كثير. وهذا الجيش والله عنده دمران، عنده دي. هذا لازم نحرق المدينة، وهذا مهمة الجيش ذا. ستمية وستين عشان بس يخرب المدينة. نفسك يا شيخ. والله معركة على المدينة ذي، بس مو بجيش واحد. يبغالنا أول شي مقلاع. هنا ما عندنا مقلاع، ما أدري إذا بدينا نطلع مقاليع مرتزقة. إيه بدينا. يمطينا. هذا الهيفي سبير. جيش ذا بطل صراحة. ستيب رايدرز. ادمج. لا خلنا ناخذ القلاع يفيدنا. والله يبغالنا اثنين صراحة، يبغالنا اثنين مو واحد، عشان نقدر ايش نحوس ام المدينة دي. بس مو بالتورن هذا، بعد التورن اللي بعده. دهنا لو يطلعنا انه هو على وجه الارض اذا قابلنا. وش الجيش حقه ذا؟ I roam as I please. I'm
blood and glory. Is there nothing else? Damage, Germanic, Warband, Very Light Bike. يعني أبو كل ما هو مرة. سمدينا كان فيها حارس. مقلاعين. بدنا نجي من جهة واحدة نطير مقلاعهم وخلاص. طبعا هنا بنجي شوية نمشي. Gods be praised. Excitement. ممكن نسوي حركة نسوي ريز عشان نرفز أهله. اوكي. اللي هي انك تزرف فلوس يعني. يا ما في الا هذا الحركة ممكن نسويها هنا. بتطيح للببليك اوردر الحركة ذي اللي هي بتسبب مشاكل. بتجيب له فلوس يعني. احنا عندنا مهمة على العموم. انا نجيب 30,000 من الريتنج. لو تلاحظون 30,000 earn the following from rating. لازم تجيب 30,000 عملة نقدية من هذه الحركة. تقطع الطريق بالجيش حقك وتفقع أم الشعب حقه. هو مصيره بتنرفز بيطلع بيقابلني. إذا طلع قابلني حياه الله بينجل الجلد ما بعد الجلد. هذا بالنسبة للجهة ذي وبالنسبة للجهة ذي. يبغالنا جنرال ثالث بس أتوقع هذا نقدر نسيه في التورن هذا. ما في أي شيء ثاني ممكن نسويه حقيقة. هذول كلهم اللي جيت واستعبدتهم وحركت أم أبو أهلهم. بعدين هذا الحين مقدوني جاء وبيدعس الشعب ذا لعيوني. ممكن أنا أكلم الشعب ذا أخليه تحتي ما أدري إذا يمديني أخلي الشيء ذا يصير. بدون ما من بعيد يعني ما أدري هذه الحركة ما جربتها من بعيد أخليه. Speak ill or slowly and I may feed your tongue to the dogs. أنا في حرب داخل معاه. داخل في حرب معاه ونتحالف مع ذا. هذا اللي قاعدين حاربه بالشمال نتحالف معاه. وداخل تعواز الثقة مع ذا. ايش الحواس ذي؟ ما عنده سالفة في الدبلوماسية ابدا. تهيل ذي الشيء. أقول خله يدعس تدعيس. أو ممكن. هذا يبي ينجلد. خله ينجلد. خله يطيح فيه ضرب. مقدوني يا حبيبي. اوكي. هذا كل الأشياء ممكن نسويها بالترن هذا حقيقة. ما في أي شيء ممكن نسويه. وش ذا؟ هذا بفلوس. هذا بالنسبة للترن هذا. شفنا جواسيس هنا. اي والله جاسوس ده ما حركناه. الله قريب من المدينة ذي. اي والله اني كنت عارف عنده اسطول بس ما عنده اي شيء غير الاسطول. بس ودي هناك يعلمني ايش فيه في المدينة ذي. بارامينيوم مدري ايش اسمه. هذا شو اسمه؟ اي برولومس. عنده اساطيل. ما تفيد الاساطيل. هذه علاقات دبلوماسية. طبعا الشعب هذا ممكن انا استفيد منه بالحرب ضد فارس. هذا ما هو متحالف مع فارس صدقون. هذا داخل في حرب ضد فارس ضد امبراطورية الساسانيد وعلاقتي معاه بدأت تتحسن. فأنا قلت ليش أهجم عليه الحين؟ ليش الغباء ذا؟ أنا معلن ضدي حرب امبراطورية الساسانيد كلها وأدخل. أنا كنت بستغل لأن عنده كذا 5 مدن تقريبا. كم مدينة عنده؟ عنده 7 مدن. فممكن أتحالف معاه أقوى مني. I, in my lord's name, will give you a fair answer before the sun sets.
لا ما فهمت ستيت عاد وش الغباء هذا ديفنسف لاينز ممكن نزوج احنا نقطة ديماند ممكن اتزوج منه سوشيال كلايمر لا ما نبغى نزوج جاي والله ايه عندنا واحد اسمه ماجر نبغى نزوجه فحلقة ذي حلقة زواجات تنقص ولا لا من الزوج ها يسوي لنا مشكلة في الأسرة ذا كينج اوف كينجز اوه الملك حقهم يبغى يتزوج عجيب هلا بس بتسوي لنا النكبة ذي كانينج اوثورتي انتليجنت ماذا ما يبغون طيب احنا ممكن نسوي لنا اجريشن باكت ما يبغون ما مشكلة العلاقة قاعدة تتحسن على العموم الحين نيتشرال بس التور الجاي ما راح تكون نيتشرال يعني ما تكون علاقة عادية حتكون علاقة امبروفينج ليش؟ لاني قاعد اهاجم على ناس هم يكرهونهم عرفتم كيف؟ فقاعد تحسن العلاقة اذا تحسنت تزيد فرصة المواضيع هذا بالنسبة للجبهات اللي حولنا ما اتوقع في جبهات ثانية ممكن نتعامل معاها ف انهي تور ادري دون تور طويل ادري اي نو تحملونه ما مشكلة فهنا ما عندنا الا فارس هناك روما وهناك الشمال والغرب روما الغربية ف يعني ما عندنا خوف من روما الغربية بعيدة مرة عننا لكن الخوف من حاليا مثل ما قلت لكم بعد ما سوينا زواج مع اقسم اللي هي اثيوبيا نزلنا لها نحشنا الله يستر من تحركاتهم هنا انسحبت الجيشين راحوا مدينتهم لحظة وش ذا ايه انسحب راح مدينتهم لانه جاي عليهم فارس فبيحتمون بال هذا طبعا بطل جاي بيخرب لي الجيش ذا بس ان شاء الله انه يفشل اوه هذا اللي كنت خايف منه انا والله حسيت بيسوي كذا بس نقدر ننسحب ابى اشوف الجيش حقه بعد وش والله تصدقون اقدر امغط الجيش حقه تمغيط بس لان هذه منطقتهم فالولاء عندهم عالي عندهم رماة بالهبل على العموم كويس انه طلع من المدينة هذا اللي نبغاه انا لسه الجيش هذاك ما هاجمت فيه نقدر نجي ونكسح الجيش الكبير حقه ذا وتفضى مدينته الرئيسية هذا البطل برضه جاء ايه ما يقدر يسوي شيء انه اذا بيطلع يهجم علي ذا اللي في المدينة ذي اوكي ممكن كما راح يسويها لانه قمطة لو طلع راح يمسح عن البلاطة مسح اللي هو ذا الجيش اللي محتمي داخل مدينته فاحنا بنطلعهم نجحنا نطلع واحد من المدن هذا طبعا قاعد يحارب فيزغوث اللي هو عبد عندي دولة عندي فقاعد يحاربونها تبع فارس طبعا هذا دولة الثور هذه تبع فارس طيب دوتي كوز رويال يورت بلدر ذيس فورس نيدز ليدرشيب ناو اتس كوماندر از جون هو ويل انسر ذا كول فشكله ايش سمم لي الجنرال وذبحه او انه اصيب فالحين يبغون كوريدك اللي هو الملك او يجيبون جنرال صغير يحكمهم ما انا بنخاطر بكوريدك خل ريفا ايه اوتكم سكسس against the enemy closer to the to murdering one of our own fortunately the wounds ايه جرح ما قتله جنرال جرحه طبعا دخل عندي عالي مره agent hero royal yard success ايه البطل الخايس حقهم ذا فليبيا وش صار وش مكتوب despite their best attempt our agent has been discovered by another faction الزبد انهم كشفوا الجاسوس حقتنا والجيش حق فيزغوث الان ايش قاعد يسوي هنا
الجيش ذا مو متبقس الا متشوت، ودنا ندخل في الحدود بس احنا ما راح نهايط. هذا مش ذي العموم، الجيش ذا هنا مروق، هنا حيكون مروق، ما راح عندك اي مشكلة. انا داعي عند درع من راح هناك، مكان هنا حلو، نبي نجلس نبني مبانينا لأننا حنا بدو، فهذه البادية حلوة فيها جمال وحركات. برضه يمدينا نطلع مرتزقة هنا، لا ما يمدي، كان نترك روتينت من عشان الديزرت ريدرز، ليش ما أدري، أتوقع في مبنى نحتاجه يسمح لنا نطلع هذه الأشياء، هذا اللي أتوقع يعني. فهو يمدينا عندنا المبنى بس مكسر أغلب المباني، فخلى هذا يبني، شوف ارتفع صار 4000 الدخل. ونسوي تشكيلة جديدة للجيش هذا الخايس، هذه طبعا قلنا هيفي نبغاها يا خبرة، الجنرال لازم يهيل ابجريد ب50، فما في لنا نطلع الهونيك هورس ارشرز، هذا جديد، هذه قوية ذي ابكيب حقها عالي مرة ب775 هاي امنيشن. عنده نفس هذه بس عنده طلقات عالية، يعني مسافتها اعلى، وذي خلنا نطلع واحدة شوف ايش بتسوي لنا. وهذا الشمن اوف ذا سكاي اوف ذا تيرن سكاي، يعني بطل صراحة مرة الشمان بطل بس غالي. فعادة الجيش ذا خلى المباني تنبني، اذا انبنت حتنفتح لنا وحدات اكثر، بس نبي نجرب هذه الوحدة ونطلع زيادة. هذا يبغى له ايه ما ادري ليش ما طيب ما ادري ليش ما ينفع نفوت 3 وحدات زيادة، بس يلا مشكلة نهيل. نرجع ونتفاهم مع اقسم، نرجع ونتفاهم مع اقسم نشوف اذا بيسوي معانا تحالفات. لا زالت العلاقات طايحة، ليش؟ ريليجن افيرجن اقسم. اهو greetings my friend greetings. الله ليتني مع الزواج حطيت ان انا قريشن باكت، يعني ميثاق عدم اعتداء. طيب جريت باور كلتشر افيرجن بولر كلتشر بروجيسم دريش، ما عليكم نزهلوها. جيش ذا متبقس فاحنا نبي نطلع جيش ثاني هنا، وكل ارتفاع الدخل هذا بسبب البتاع ذا. ف انك تجي هنا يا صاحبي بشوف ايش فيه في المدينه ذي، في جنرال ولا لا؟ انا حنرجع لهم روما، حنرجع له حنبقسها تبقيس. اي والله فيها قاعد يطلع جنود. العموم ما عندك مشكله، انا كان بدي اروح هنا اشوف هذا الفارس وين، بس برضه مو مشكله. مش هذا اخذ مدينه؟ متى مداه ياخذ؟ مدعس دعس هو هذا. ودنا نضبط علاقتنا معاه لانه قاعد يحارب فارس. Your people's reputation goes before you. Find a welcome here and speak as you wish. المهم العلاقة قاعدة تتحسن، فممكن ترن هذا ما يرضى نتفاهم مع بعض، لكن ترن جاي راح يرضى. هذا طيب كيف الحين العلاقة؟ صارت 2 لا زال نيتشرال، ما دخلت في المحبة يعني. You have my full attention. My ears await your word. طيب حلو، وش عندنا هنا؟ تحركات البطل قاعد يطلع جنرال جديد. Blood and glory. بدنا نمسح الجيش ذا. For the gods.
نمسح المدينة حق. تخيل المدينة وصلها أوف. باك دور على قولتهم. ما فلت شذي. الله الجيش ذي ما أدري وين وديها.